السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة زي الفل، ونتفائل خير تملي في الفيديوهات اللي بنشوفها عن الدبلومات في أوروبا أو في سويسرا مثلا، عشان أنا عايش هنا. النهاردة بنتكلم على الطباخ. الطباخ أو الطباخة دلوقتي منتشر هنا جدا، اللي هو المطبخ النباتي ده منتشر جدا جدا جدا. طيب أنا نباتي أنفع أشتغل طباخ؟ بالعربي كده بكل صراحة مفيش اوز بيلدونج معمول للفيجيتاريش. لو عاوز تتعلم الطبخ لازم تتعلم الطبخ اللي هو العادي جدا، وبعد كده بتعمل اوز بيلدونج تاني للفيجيتاريش وكده، ودي مشهورة في النمسا. في النمسا مشهورين جدا في الطبخ ده، لان الدبلوم ده مفيش دبلوم اللي هم النباتي او الخضر، اللي هم ما بياكلوش. الفرق بين النباتي ما بياكلش لحوم بس، بيشرب لبن وبياكل بيض، والخضر طبعا متغاظين منهم، بيقول لهم ما دام انتم ما بتاكلوش الحاجات بتاعت الحيوانات بتاكلوا البيض واللبن، التانيين دول ما بياكلوش اي حاجه من الحيوانات خالص، ولا لحمه ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه. لكن المطبخ بتاعهم لازم نعترف ان هو خطير، مطبخ جميل جدا. انا جربته، انا اعتبر نص، يعني نص فيجيتاريش كده اوكي، عشان انا باكل الدجاج او الفراخ، لكن اللحمه انا مبطلها من فتره. لكن المطبخ الطبيعي، المطبخ السويسري، المطبخ اللي هو اللي فيه لحوم وفيه دجاج وكده، ده بتتعلمه في 3 سنوات. المطبخ الفيجيتاريش مفيش اوز بيلدونج معترف بيه هنا. لكن الحاجه بقى الغريبه اللي انا شفتها وانا بدور كده، ابن الناظر عندنا في المدرسه طباخ، فبالصدفه بتكلم معاه، قال لي لا انت هتعمل اوز بيلدوج عادي طباخ، وبعد كده تعمل ماستر. يا سلام، اعمل بكالوريوس عشان اتعلم الحاجات الفيجيتاريش دي بتتعمل ازاي، وده شغل عالي قوي بقى. ده بقى دول مش طباخين، دول مخترعين، بيخترعوا اكل جديد، بيخترعوا. ودي بتعملها في حوالي 3 سنين على 6 سمستر. السمستر بيقعد 6 شهور، وحوالي بيبقى حوالي 6 شهور بحوالي 750 فرانك وكده. لكن دوا في امتحان بعد كده، وبيبقى بيعملوا حاجات كده ان انت تقعد يعني تدور عليها في الطبق كده، حاجات صغيره كده ومنظرها حلو ومش عارف ايه الحاجات اللي انت ايه مش تاكلها تتفرج عليها. لكن الطباخ العادي 3 سنين. طب انت دلوقتي انت بتتفرج عليا وانت مش اصلا مش عارف تخش السفاره، عشان دلوقتي السفارات عملت مكاتب بتروح تقدم في المكاتب ومن الكلام ده. طب انت طباخ كويس وعايش في دوله عربيه وعاوز تحسن من دخلك وتطلع اي دوله عربيه حتى اسف، او دوله اوروبيه اللي هي حلم لكل شاب او شابه. الطباخه طبعا فن. طب انا اعمل ايه كطباخ عربي دلوقتي؟ بقى نتكلم بقى ايه المفروض يكون معاك او معاكي. زي ما قلنا اللغه تكون كويسه حسب البلد اللي انت رايحها. انت هتروح لندن، هتروح انجلترا، يبقى الانجليزي عندك كويس. هتروح فرنسا، الفرنساوي عندك كويس. سويسرا عندك الالماني. لو عندك فرنسي تاخد المناطق اللي هي بتتكلم فرنسي. عندك الايطالي، تشوف الاماكن اللي بتتكلم ايطالي. دي سويسرا صغيره لكن فيها لغات كده كتير، زي ما انتم خلاص عرفتوا يعني. ده شغل الطباخ. 3 سنين، المرتبات في وقت الدراسه بتختلف الصراحه، لان الاسعار مختلفه. في 900 في الشهر، في ناس بتدي ب 1200 في اول سنه يعني شهريا. ما اقدرش اقول لك يعني مرتب بالظبط قد ايه. السنة التانية ممكن تاخد 1400، السنة التالتة ممكن تاخد 1500، 1600 في الشهر طبعا. وبعد كده بتعمل اوز بيلدونج اللي هو الدبلوم بتاعك، تخلصه وبعد كده ربنا بيكرمك وتتكل على الله تدور على عمل. انت كعربي دلوقتي بتترجم الشهادات، ولغة تثبت اللغة، الدرجات. اللي عاوز يعرف ازاي اللغة دي بتثبت في اي معهد جنبك في اي بلد انت فيها، قول له يعني ايه مستوى A ومستوى B ومستوى C ومستوى D. هيقول لك المستوى دو طريقة تحدثه قد إيه، أو طريقة فهمك قد إيه. استثمروا الوقت في تعليم اللغة وترجمة الشهادات
بعد الترجمة الاعتماد من البلد بتبقى من الخارجية أو المجلس الأعلى للجامعة في أي بلدك، أو اسألوا في بلدكم اللي انت عايش فيها ازاي أنا أعتمد شهادتي، كل ده وانت في بلدك، أو تسألوا المكاتب المعتمدة من السفارة السويسرية مثلا في مصر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في الأردن، في فلسطين، في أي دولة عربية. اسألوا ودوروا، شوف المكتب المعتمد، قول له أنا معايا شهادة طباخ، ودي شهادة الإنجليزي، دي شهادة الفرنساوي، دي شهادة الألماني، عاوز أترجمهم وأعتمدهم، هل بعد الترجمة والاعتماد ده سويسرا هتعترف بيها ولا لأ؟ هو ده بقى إيه مربط الفرس هنا. والله سويسرا تقول لك آه ماشي ترجمت الشهادة وتروح تدفع فلوس، وبعدين تقول لك لأ إحنا مش معترفين بيها. لازم تعمل معادلة. طب هعمل معادله ازاي؟ انتم انا اذا انا اصلا مش عارف اخش البلد اعمل معادله ازاي؟ هي دي الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. لكن ليك انت او ليكي انت كشخص او شخصه، اتعلموا على الاقل انجليزي. انجليزي يكون على الاقل بتتكلمي 30% على الاقل لما بيجي لك رساله تفهميها. تحاول تترجمي وكل حاجه، لكن اللغه عامل اساسي، والشهاده طبعا والخبره. ماشي، انا عامل لكم فيديو صغير كده، هو ميكس بين المطبخ العادي والمطبخ اللي هو الفيجيتاريش او النباتي او المطبخ اللي بتوع الخضر، اللي هم طبعا كتروا جدا يعني، وبقى عندهم مطاعم حلوه قوي الصراحه. على فكره بيني وبينكم كده، اكلهم حلو بس مش رخيص، يعني الاكل النباتي ده صحي الصراحه بجد يعني. اللي عاوز يخسس بقى واللي عاوز يبقى جسمه يعني ايه كانه موديل وكده، يبقى فيجان او فيجيتاريش، ولا بياكلوا لحمه ولا فراخ ولا مريحين دماغهم. سلطات بقى وجميع الفواكه اللي تشوفها وجميع الخضروات، احنا هنا بتيجي خضروات من امريكا اللاتينيه اقسم بالله ما شفناها في دوله عربيه، حاجات غريبه، وصوصات بقى واكل وشكل وتنظيم ومش عارف ايه اكلهم حلو الصراحه، من غير لحمه من غير فراخ في الغلاء اللي احنا فيه ده. ماشي، تابع الفيديو. الفيديو الجاي عن دبلوم، عايزين تعرفوا ايه. انا طلب مني ان انا اتكلم على نيوزيلندا. على فكره نيوزيلندا فيه سويسريين كتير عايشين هناك، هي بلد جميله جدا، بلد الطبيعه فيها خطيرة يعني، بلد الهدوء الكول داون يعني. في منهم رجعوا، في منهم لسه عايشين هناك، يعني زي هنا كده يعني، تعتبر نفس النظام بتاع سويسرا برضو، الإيجار غالي هناك وكده، لكن العيشة فيها حلوة وربنا يوفقكم. لو حابين أعمل لكم، أنا عملت سؤال على القناة لو عاوزين، لأن الأخبار اللي هنا في الجرايد هنا غير الأخبار اللي في الدول العربية. هنا في شفافيه يعني، في الجرايد هنا بكتبوا كل حاجه بصراحه. ماشي، يلا، السلام عليكم، مع السلامه.